طمني كيفها سوزان؟ سوزان منيحه الا ما تلتزم بالشي اليوم على العشاء، عزمتها على مطعم بفتكر كثير رح تحبه. طيب يارا عزمتك اليوم على العشاء متحاكيه؟ ما حكون تشتاقوا لبعض؟ صبح عليها نيابه عني. ايه شو قلتي لي؟ ايه بتقول لك صباح الخير. طيب خلص منكمل نحن حديثنا، انا هلا بدي انزل على الجاليري بشوفك هنيك. ماشي اوكي، سلم على سوزان. باي. صاير تحب المزهريات ولك جنب؟ هي المزهرية اللي مو عاجبتك لوحة لفانكوخ. على راسي فانكوخ يعني، بس انه مزهرية. ما بستغرب، في كتير ناس غيرك بيشوفها مجرد مزهرية. اللوحة الأصلية تجاوز سعرها 55 مليون دولار، إذا بيهمك هذا الشيء. يا ريت عندي إياها. والله حلو الحديث، بس بنظري لساتها مزهرية بصراحة. مصرة يعني؟ طيب مثل ما بدك. مزهرية مزهرية. أنت اتصلت مع أبوك؟ لا ما اتصلت معه. لكن ليش مطلوب مني إني أتصل مع أمي؟ لأنه مشكلتك مع أمك غير مشكلتي مع أبوك. وشو مشكلتك مع أبي بالله؟ إنك رحت على بيت الزبداني؟ إني كسرت له كلمته. بس أنت ما كسرتها، ليكك تركتني هنيك وإجيت لهون. ولولا لطف الله وحمرنت ابن عمك يامن كنت لساتني مقبورة لهلا هنيك. بالنسبة له مو مهم ابدا اللي صار، المهم فكرة انه انا عم بتحدى. خلصونا بقى، خلصونا حلا تخلص هالمعركة. لسه كل ما الواحد فينا تلحفظ بوشه بيكون عم يتحدى. حلو حلو بعد 30 40 سنة من النضال والكفاح المستميت انه ياخد له اجازة. اذا مو ليرتاح هو ليريحنا، لانه نحن تعبنا وهو ما بيتعب. هلا المهم حطي ببالك انه ما لازم كثير نتاخر لحتى ننزل على الشام. شو مجنونة مفكرني؟ بعد ما فلتت من ايده ارجع سلمو حالي؟ سوزان انت بتعرفي كثير منيح انك رح ترجعي على الشام عاجلا او اجلا. بلا ما تكبر القصص اكثر من هيك. يا سيدي اذا ما كبرت انا اللي بدي كبرها، من هون لحتى اعرف شو عملوا مع عمر. انت ما قلتي لي انه رجع؟ مو هيك قلتي لي على التليفون؟ ايه رجع، رجع ودع اهله ورفقاته وبعدين هرب. انت متخيل شو بيكون عامل معه السيد الوالد لحتى هرب وما عم بقدر لاقي له ولا اي اثر؟ عامل مين بالضبط؟ ابو عليا لك عليه رجالك يا مطرح ما كان، بس اعطيني شويه وقت. لا خلص، اذا القصه فيها كل هالاحراج ما في داعي. لا ما في احراج، بس الامور تغيرت، ما عاد عم تمشي مثل قبل. انت سيد العارفين، قصه مثل هي كانت تنحل على التليفون وصلى الله وبارك. ما هذا اللي انا مستغربه. شو يعني؟ يعني أنت قدام فترة اختبارية ووجودك بهالمكان مانو نهائي، أمام أي تقصير رح أتراجع. حاضر. وهلأ شرف على الاجتماع. أي اجتماع؟ جماعة وكلاء الإعلان عنا لحتى نفهم شو سبب ضعف الإعلانات. بظن بدهم فركة إذن. إيه؟ شرفي فركي لهم إذن لنتفرج. شرف. مرحبا يا شباب، تفضلوا ارتاحوا ارتاحوا. يا اهلا. ما شاء الله عليكم، اللي بيشوف هالوجوه الحلوه وهالابتسامات بيقولوا مغرقين المؤسسه بالاعلانات. لك شو صاير لكم ليكون هالطقومه والجرافات اللي لبسناكم اياها عم تعيقكم عن شغلكم؟ اذا هيك لنشلحكم اياها. الاستاذ قيصر حابب يعرف شو سبب هذا التقصير. تفضل استاذ. شو القصه يا شباب؟ شوفي شو عم بيصير.
صباح الخير. صباح الخيرات. أنا أم البنت اللي استضفتيها عندك، الله يكتر من أمثالك. وأنا أم الصبي يلي أخذتوه من بيتي، الله يبعد عنا وعنكم أولاد الحرام. تفضل شرف. أليني يا نورس، طمني صار معك شي؟ خصوص شو؟ حابب تقلي شي جديد ولا نبعت ورا الوالدة؟ بعت ورا مين ما بدك، حقق مع مين ما بدك، مع أمي، أختي، الجيران، غير الحكي اللي قلتلك يا ما صار. أكيد؟ أكيد. هلا بنشوف. خدوه. مرحبا عمي زاهر، هذا الزلمة مصر على الإنكار ولازم نجيب والدته لحتى نستجوبها. أول ما بتطلع الست معلقة من عندها منجيبها. طيب مشان موضوع النقل صار شي جديد؟ لأنه إذا ما تعدل القرار أنا لازم التحق، صار لي 3 أيام متأخر. من هون للمساء بإذن الله بتكون حليت. ولا يهمك، مع السلامة. ألو، أهلين. أهلين بالدخي. أهلين عمو، كنت بدي اتاكد انه المعلومه اللي خبرتك اياها امبارح وصلت للوالد. معلومه وصلت ومن امبارح. شو قال لك؟ مثل العادي هز براسه. انت اكيد انك خبرته. الله وكيلي خبرته. طيب وينه هلا؟ عندك بالمكتب؟ لا، شوي تاني بيوصل. في اخبار جديده عن لونا؟ لسه. طيب اتمنى تخليني بالصوره. امرك. صحيح سافر الدكتور لما لسه؟ هلأ رح يمشي بالسلامة إن شاء الله، بس يوصل خلي يحكي معي وطمني عنه. أكيد. باي. شو؟ لازم تسافر، واضح إنه ما في مجال حدا يناقش بهالحكي. يعني أخذ قراره النهائي. بتصور كمان أنا من حقي أخذ القرار تناسبني، ما هيك؟ شو قصدك؟ يعني خلاص ما عاد أقدر أغطي لا على قيصر ولا على غير قيصر. بالنسبة لقيصر تصطفل منك إلو، بدك تروح عند الوالد وتخبره كل شي صار. روح، بس بظن أنهم بدهم راس أكبر من راسك بكتير ليتناطحوا معه. لك أنت ليش بتحب تستفزيني؟ ليش؟ أنا ما عم بستفزك، بس أنت عليت صوتك وبتعرف كتير منيح أنه الصوت العالي بيستفزني. حاضر مدام، من يوم ورايح ما عاد تسمعي حسي، رح صير أحكي همس. بس إذا صار شيء لا تسألني ليش هيك صار، لأنه بكون أنا خبرت حضرتك بس أنت ما سمعتيني. سجيدة. أهلين شيدة. أيمتى؟ ماشي يلا بلاقيك. كانت تقعد كتير على هذا الدرج، ولما الدكتور كان يفوت على أوضته كانت هي تنام على هديك الكنباية. ولما يمشي كانت تمشي وراه، لكان شلون قدر يوصلها لباب المخفر؟ مشي، قامت مشيت ورا. طيب ليش ما سلمها للشرطة؟ من رقة قلبه يقبر قلبي. قال لي يا أمي إذا سلمتها للشرطة آخرتها يا بالمخفر يا بمستشفى المجني، بقى خلينا ندور على أهل أحسن. والله والله اتدين حق الإعلان لحتى ينزلوا بالجريدة. في شي مرة بكيت؟
يو ولا شفت أثر لدمعة بعينها، بالعكس كانت تضحك. تضحك؟ إيه نوراس كان يعرف كيف يضحكها. كيف؟ يعطس. مرة يا ستي عطس بالصدفة قامت ضحكت، صار كل ما شافها قاعدة لحالها يعطس وتقوم تضحك، ولما يروح على شغله تضل ماشية وراه لحتى يركب سيرفيس أو تاكسي وتطمن عليه إنه راح، وترجع تستناه بالحارة. ويا لطيف يا لطيف شو كانت تتعصب لما يتأخر وتبلش تضرب بحص على هالحيطان. إذا الله راد ابنك رح يرجع لك مع أساس مكرم. إمتى؟ سموه اليوم بكرة. كتر خيرك والله يخلي لك أولادك ويرجع لك بنتك سالمة يا حق. تسلم يا رب. طيب والتوب؟ لما انطلعت من عنا كانت لابسة طوق ألماس برقبتها. أنا ما شفت لا سنسال ولا طوق، ما شفت هيك شيء أبدا. هو ذهب يعني؟ لكن أنا كنت هلأ رح روح أحكي مع جوزي مشان يطلع لك ابنك، لأني صدقتك بكل شيء قلتي لي، بس هلأ أنت كذبتي. طوق حقه ربع مليون، خدي رح أعطيكي فوقه كمان مليون ليرة، بس حلفتك بالله إذا بتعرفي أي شيء عن البنت ومخبيتي عني قولي لي. إيه الطوق عندي، بس والله نورس ما بيعرف، الله وكيلك ما بيعرف، أنا أخذته بالسر عنه وأساسا ما صح لي أعرف إذا كان ذهب ولا مو ذهب، بس خبيته عند الجيران لأنه خفت حدا يطمع فيها مشان ما يضل برقبتها يعني. بس شو بدي أقولك، والله صدقيني أنا ما بدي مصاري ولا بدي الطوق ولا بدي الربع مليون ولا المليون ولا أي شيء، بس بدي ابني. الله وكيلك لأنه هو ما لزم ما لزم ما لزم يبعث لي حب. يا ريت انكسرت إيدي وما عملت هالعملة. يلا أنا رح أجيب لك الطوق. تقبلي تاخدي الطوق تتركي ابنك؟ لا ما بقبل. أنا كمان ما بقبل يا منورس. لا دخيلك يا مدى دخيلك، والله ابني ما بيعرف. ابوس ايدك ابوس رجلك. يا ريت يا ريت ايدي انكسرت ولا مديت، يا ريت ايدي انكسرت. بس يا ست شو دخل هي بهي؟ البنت هربت، والله العظيم البنت هربت. دخيلك دخيلك رجع هي، الله يخليكي وحياتها الزمن زرع ابني ما دخل. ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك يا مدام، دخيلك ابوس ايدك. انا الله يخلي لك ولادك، الله يخلي لك ولادك، لك مشان الله مشان الله مشان الملائكه. يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. نورس مصر على احواله، ما عم بقدر اوصل معه لاي شيء جديد. جبتوا امه؟ لا هلا لا. ليش لا؟ لانه الست ام عليا راحت لعندها من الصبح. ليش الست ام عليا شو دخلها بهالموضوع؟ طلبت من ابو موسى وهو وافى. لا حول ولا قوه الا بالله. بكل الاحوال انت من بكره لازم تستلم موقعك الجديد، مشان هيك بدي اياك تنسق مع ابو موسى يستلم عنك الموضوع. حاضر. وانا بصراحه امبارح موضوع اللي لبكني كثير وما قدرت احكي بموضوع الناس. كل الاحوال معلمك مسافر بدي اغيب له كم يوم، اول ما يرجع رح احكي معه رح يخليه يرجعك على الشام. تحت امرك. بدك شيء؟ سلامتك. تفضل يا عم. يلا بالاذن. الله معك، مع السلامه. شو اللي بدخل معلم بهيك موضوع؟
حكيت مع ابو موسى الصبح وطلبت منه يوديها لعند اليوم. بوديها بدون ما يرد علي خبر؟ بعت لي اياها لهالفهيم. حاضر. تحياتي معلم. شلون بتخلي الست ام عاليه تروح على نفس البيت اللي كانت فيه لونا؟ بطلب الست ام عاليه ودرايتها بتفاصيل عن لونا ما حدا بيعرفها غيرها. طبعا بوجود واحد من شبابنا الحديث كله عم يتسجل وبعدين بنقارن اقوالها باقوال ابنها. بس يا فهيم لحتى تقارن الاجابات لازم تكون عم توجه نفس الاسئله للطرفين. وما بظن انه هي شغله الست ام عاليه. رح نستجوب بنورس طبعا. بس الست ام عليا طلبت منا بانه نعطيها فرصه تحكي معها من دون ما تكون خايفه وانا وافقت. لساتها عندها؟ لا طلعت من الحاره من شوي. معلم انا رايي نترك ام نورس اليومين ببيتها وخلينا نراقبها بدقه. وجودها لحالها وابنها عنا رح يخليها تخاف، وبهالحاله إذا كانوا متورطين رح تبلش تدور على حل. ناطرين تتحرك أو تعمل أي اتصال لنشوف لوين ممكن توصلنا. عم يخبرني سعيد إنه لونا وصلت للحي تاني يوم العرس. عندك تفسير كيف قطعت المسافة الطويلة بهالسرعة؟ لحد هلأ التفسير الوحيد بإنه تسللت من القصر في سيارة من السيارات اللي راحوا على الشام. بس شلون وصلت لهالحارة ما بعرف. على الأقل لحد هلأ. رح أقبل منك الإجابة باعتبار قلت لي لحد هلا، بس بتمنى بوقت قصير يكون عندك تفسير. كيف لقيتي لها المطعم؟ بيطير لبنات العقل. شفتي شو طيب؟ وعلى أساس مقضيتي يا خس؟ عشرفك بس هلا. شو كذابة. شو بكي في شي؟ سوزان أحسن. عمر الحمد لله على السلامة. الله يسلمي، خير في شي؟ ممكن نحكي كلمتين على جنب؟ لا عمر هيك إذا بتريدي. اسم الأستاذ عمر تعرف هالشي؟ لا ما بعرفه. عمر حبيبي لك إذا بتريدي طلع فيني بس. عم بيقول لك ما بيعرفك إذا بتريدي. أنت خرسي وارجعي لورا وكملي. عمر لك حبيبي طلع فيني لك خليني بس نحكي كلمتين. ما بدي أحكي معك ولا كلمة أنا. حلوة الشغلة والله. طالما اعترفت وبعضمت لسانها معناتها اللي قاله أبي مبارح صحيح. مو بالضرورة. ليش مو بالضرورة ماما؟ ما عم تقولي اعترفت انه هي اللي سارقته؟ حكت لي كل شي بالتفصيل لما فاتت اختك لعندهم لوقت اللي فاقوا ما لقوها. ولا لحظة حسيت عم تكذب. بس لما سألت عن الطوق تلبكت عيونها فتحتها. شو يعني؟ يعني إذا كذبت بقصة الطوق مو ضروري كل شيء قالته كذب. أمي طالما سرق الطوق معناتها نصابين، ولما عرفوا قديش حقه طمعوا، وهذا اللي خلاهم ينزلوا الإعلان مشان يستدرجوا أهلها ويبتزوهم. جاد صار عنده خبر؟ ما بعرف أنا ما خبرته. بدك نحكي معه؟ من هلا بكرة إذا ما رجعت أختك أنا بحكي معه. هذا الثاني صار بده عزيمة؟
لك ما بيكفي ما اجى حضر عزا اخته؟ جيدة بس تصيري لحالك ناديلي. احسن لك هيك؟ بلا هلا بجوز تكون لابسته لما طلعت من عند بيت اهلها، بس مو ضروري يضل برقبتها لحد ما توصل لعنا. طيب بفرض هي وصلت لعندكم وكانت لابسه الطول، وقت روايتي بتكون مقنعه شوي، ما هيك؟ هلا الو. احترامي سيدي، بس حاضر امرك. نزلوا على المنفردين. مرحبا عمي زاهر، العم طلب مني انه نفذ اوامر النقل بكره الصبح وسلم موضوع لونا لابو موسى، بس من شوي اجاني تليفون من المعلم وقال لي نفذ الامر فورا، يعني الليله. واللهجه كانت قاسيه شوي. طالما قال لك المعلم نفذ يعني نفذ. طيب شو اعمل؟ اتصل بابو موسى مشان سلمه محضر التحقيق والمتهم؟ انا بخبره توصل بالسلامة. الله يسلمك. مشي الحال بخصوص نقلة زعيم؟ عرفت لي الواطي يا من وينه؟ بعثنا سحر لعند وفاء. بلكي بتقدر تعرف. مو سحر يا زاهر، مو سحر. لكان بنزير؟ لا جود. بعد ما مشى قيصر؟ خرشوا، بلكي بيعمل له شغله تستاهل عليها الرجوع. شو ما كان ما بيصير تجي لهون يامن، اكيد بيكون تارك مين عم يراقب البيت. شو يعني؟ انت اكثر واحد بتعرف شو يعني انه يمسكك بعد ما هربت. معلش يمسكني، يمسكني احسن من عيشه الكلاب اللي عايشه. هلا ما عاد فيك تتحمل هالكم يوم لبينما دبرت لك المصاري؟ لا امي لا، صراحه ما عاد فيني. ما عاد فيني، الموت ارحب من هذا الخوف اللي عايش فيه. شو بدي يعمل لي يعني؟ شو بدي يعمل لي؟ بده يقتلني؟ يذبحني؟ يرجع يحطني بالابو تحت سابع ارض؟ معلش قبله. بس انا ما بقبل يا امي، ما بقبل. لو كانت تقبل يضل عايش بالجبل مثل الكلاب البريه. امي انا ما فيني اعيش متخبي، ما فيني، ما بقدر. اساسا لو مو خايف عليكي كنت نازل لعنده عالشام. اوعك اوعك، انا ما صدقت انك نفت من بين ايديه. طب انزل لعند اخويلك على لبنان. بالله على اساس هنيك ما بيطولني، بكون عم سهل عليه. طيب اطلع على تركيا، ما كل عمرك رايح جاي لهونيك. لما كان معي مصاري امي، لما كان معي مصاري. انا هلا طفران ما معي، كل مستودعاتي تصادرت، الديون لفوق راسي. اذا شغله مصاري مقدور عليها. لا امي لا، لحتى اطلع افتح شغل بتركيا ولا حتى بقبرص شغلي مو سهله، بتكلف كثير. هي انا موجوده واخواتك ما رح يقصروا معك. لا نهائيا، وخصوصا منذر، هو بيعرف انه انا هون، فورا رح يتصل مع زاهر يخبره. ما رح جيب سيري لمنذر، ما تخاف. امي لا منذر ولا غيره، اوعى اياكي، الا اذا بدك المعلم يمسكني. ساعتها لا، الارحم انا روح سلموا حالي، بدك ياني سلموا حالي لعيونك. اساسا انا لولا ما بخاف عليك انت كنت رحت لعنده وطخيتها لهالرقبه. قلت له بدك تدعس دعس، بدك تذبح ذبح. من شان الله يا من حاجة تقول هالكلمة. رح اطلع جيب لك المصاري اللي عندي هون بالبيت، واسبوع زمان بالكتير، شو بقدر أأمن لك بأأمن لك. بس برضاي عليك، برضاي عليك يا أمي، وبرحمة أبوك ما عاد تجي لهون. أنا بطلع لعندك على الجبل.
الله وكيلك يا ابو موسى. ما بعرف، معقول كون بعرف؟ بعرف انك ما بتعرف، بس اتنيناتنا بنعرف انه الوالده بتعرف. اتفقنا انا ومنذر وبعتنا لسحار. ست سحر على سلامتها، بس بظن اذا في هيك شيء الوحيد اللي ممكن تحكي له ام منذر هو انت. معناها انت لسه ما بتعرفها للست ميامي؟ لاني بعرفها منيح. جيت لعندك انت، بس اعمل لها زياره وشوف شلون راح تخبرك. لا ما بظن. لا لا، مثل ما عم بقول لك، يامن ما معه النقله، واول على اخر بده مصاري. لوين راح يروح؟ اكيد لعند الست الوالده. طيب على فرض قالت لي راح تجي وتخبرني فورا. المعلم سامحه ليامي، وبعد عملتك بشغلة الإعلام تعطيه مبرر لحتى يرجعك لشغلك. طيب لنشوف. دايما تصبح على خير. وانت من اهله. اهلين ابو موسى، شرفت. الله معك. شو القصة؟ عساس انت ما كنتي عم تتسمعي. ايه، لان ابو موسى بعمره ما زارنا. ايه انا قلت ما جابوا شيء لي. وشو رأيك؟ ما بعرف. عم يقول لي سامحوا ليامين. بس امك ما رح تسامحك اذا صار وخبرتك وانت حكيت. بعرف، بس ما سمعتي شو قال بالاخير؟ اذا بدهم يحطوا هي قبال هي، ما هن حطوها ومشي الحال، وبقيان انا اقبل او لا. ورح تقبل؟ الا اذا الست الوالده عفتني من هالشغله وما خبرتني بشي. هذا اذا كان عندها خبر اساسا. ادهم على التليفون؟ لحتى تجي لعندي. لا بلا والدني، بتعرفيني ما بحب الحركات. بعد ليش انت شو عم تعمل هون؟ شنطة تيابي، كنت ناوي اروح. لوين؟ ما بعرف. وليش ما رحتي؟ ما بعرف. اول شي فكرت لاني خايفة منك. واخر شي؟ حسيت اني ما بدي اروح بغيابك، لأني ساعتها بكون عم أهرب، وأنا ما بدي أهرب. أنا بدي روح وأنت هون واقف قدامي عم تطلع فيني، عيونك بعيوني، لحتى أتأكد أني ما تركت شيء أندم عليه. طيب جاهزي حالك بكرة تنزلي تسقطي. أنا سقطت. وصحيح فيك تاخدني تفحصني؟ شلوني؟ بدون عملية؟ تخيل، من الخوف. شو معنى الرسالة اللي كان اللي بعت لي اياها على الموبايل؟ طلبت منك تسامحني. على شو بدي سامحك بالضبط؟ على انك حبلتي ولا على انك سقطتي؟ على التنتين. انت بتعرفي انه ما فيك تمشي من هون بدون اذني. طب بعد اذنك خليني اروح. مستحيل. طب اعطيني سبب واحد بس يخليني، غير انك ما بدك ياني اكسر كلمتك. انا كنت رح موت هون لحالي، بخاف اتصل باهلي لانك منبه علي ما اتصل فيهم بدون اذنك، وما فيني احكي مع رفقاتي لاني قطعت علاقتي معهم من زمان بناء على طلبك. الشيء الوحيد اللي ممكن اعمله لو بقيت هون اني اقتل حالي. لا تتطلع فيني هيك، أنا ما عم هددك، أنا عم بعطيك فرصة أخيرة إنك تحب. من زمان مشتي أسمعها منك، وأنا عارفة إنك حاسس فيها، بس ما مسترجي تقولها لأنك بتخاف.
فيك تجرب مرة واحدة بس تحب بدون ما تخاف. فيك مرة واحدة بس تقلي بحبك بعدين اقتلني إذا بدك. عهدت يا صغار بناتك لقيتها. شو الحكي؟ وينها؟ تفضل.